بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية في بلاده تبدأ من خلال محاربة الفساد والهدر بمشاركة جميع الفرقاء السياسيين، مشيدا بالدعم الدولي والسعودي تحديدا للمساهمة في هذه الإصلاحات. إن شاء الله بتشكيل حكومة مع كل الحوارات اللي عم نقوم فيها مع كل الأفرقاء السياسيين، الأساس في أي فريق سياسي بده يدخل على الحكومة أنه يكون موافق على كل الإصلاحات تبعيد سادر، لأنه لبنان لا يتمكن أنه يعني يقوم بهذه التحديات من دون هذه الإصلاحات. كمان لبنان يعاني من شيء ثاني كمان، اللي هو الهدر الفساد. هذا شيء يجب نحن كلنا نتعاون جميعا حتى نحاربه، وهذا جزء مهم من سادر. ومن هون بدي أشكر كمان كل الدول اللي يعني اللي ساهموا، المملكة العربية السعودية يعني ساهمت بشكل كتير كبير، كان يعني دائما على تواصل مع سمو ولي العهد فيما يخص يعني شو المملكة بدها تعمل، وكان له يعني دور كبير بانه يحكي مع يعني مع الافرقاء الاخرين دول اخرى لحتى يشجعهم تستثمر في لبنان.